السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نكمل معكم في هذاكم. هذا في الفيديو اللي قبل من هذا خدمت معكم الدرس، درنا هذا الدرس هذا ديال لكم، ودابا غادي نخدم معكم العقيق. اول حاجة كتشدي فنيتها وكتثبتيها اما بهذا الشكل هذا، يعني كيكون لكم غادي بهذا الشكل، او كديري الفنيتها الفوق يعني كيكون لكم بحال واقف. هنا بالنسبة للبرا عندي البرا رقم 10 ورقم 11، اللي عجباتكم خدموا بها. انا خدمت بهم بجوج، خدمت بالعشرة وبالحداش، بجوجهم مزيانين، غير هو داغي كيتهرسوا، هذا هو الديفو ديالهم ورقاق بزاف. البرا يعني العقيق، خدمت بالعقيق المهرس وهذا العقيق هذا ديال الخيط. بالنسبة للخيط فكيكون على ربعة، ضروري يعني تلويه على ربعة، لربعة ديال الشعرات. عادة غتخدمي به عادي جدا، حاولوا انكم تشريو براوات بزاف، فراه كل مرة كتبقى شي وحدة كتهرس. هنا غادي نجي للظهر ديال الكم وغادي نثبت الخيط هنا لتحت، ضروري يكون هنا ما تيبانش. الخيط ضروري يكون في نفس اللون ديال العقيق. ممكن تقلتها لكم في القب، ولكن كاين بزاف اللي ما غايشوفوش الفيديوهات بجوج، كاين اللي يعني عندها غرض غير بالكم، كاين اللي عندها غرض غير بالقب. علاش هنا كنخدمو دائما، ماشي دائما كنخدمو باللون ديال العقيق، في بعض الحالات القليله اللي ممكن انك تخدمي باللون ديال الجلابه. في حاله الا كان مثلا العقيق غامق واللون ديال الثوب غامق، هنا تقدري تخدمي باللون ديال الثوب، ولكن دائما لاحظي واش العقيق بقى في لونه او بحال توسخ، بحال ما بقاش في اللون ديالو. هنا عندي العقيق ذهبي، فضروري غادي نخدم باللون ديال العقيق ضروري. لاحظوا معايا، غادي نخدم معكم الكورميط ومن بعد غادي نحيدها وندير هاد الخدمه هذه. هاد الخدمه فيها العقيق المكركب وهاد المهرس، ومع الاسف في النهايه ديال الفيديو ما غتلقاوش الجزء اللي ركبت فيه هذوك العقيق المكركب، صورته كل شيء ومن بعد ما عرفش الفيديو كيفاش حتى تمسح ليا، فكنعتذر منكم. في حاله الا كنتو يعني ضروري بغيتوا هذيك اللقطه اللي فيها العقيق المكركب، فقولوها لي في التعاليق وغادي نرجع نصورها لكم. المهم دابا غادي نخدم معكم الكورميط. اول حاجه كتجي هنا يعني النهايه ديال هذوك ربعات العقيقات او ثلاثه ديال العقيقات، وكتطلعي البرا في الوسط. نحاولوا ديما تمشيو تحت من هذيك الخياطه، الا جيتوا في الطلاقيه ديال الخياطه البرا شويه كتعذبكم وممكن انها تهرس، فحاولوا يعني حاولوا انكم تخدموا ديما في تحت الخياطه. لاحظوا معايا مزيان، اول حاجه غادي نشد هذوك ربعات العقيقات ونمشي نيشان بحال كتعبريهم، وكتجي للراس ديالهم وتدخلي البرا وكتطلعيها في النص ما بين هذوك جوج العقيقات الاولين وجوج الاخرين، وديما بطبيعه الحال الخيط مخصوص يبان من التحت نهائيا. كاين هنا جوج ديال الطرق كيف ما شرحتها في القب. بالنسبه لي بالي هذا الفيديو ما واضحش، ترجع للقب كنت درت فيه الكورميط. هنايا غادي نوريها لكم دابا، غتهبطي هذوك ربعات العقيقات وغتاخدي البرا. هنا كتهبطي البرا بهذا الشكل، الوقت اللي غادي نطلعوا فيه البرا اما كتطلعيها ما بين هذوك جوج العقيقات الاولين والجوج الاخرين يعني في المنتصف بالضبط، او كتطلعيها في النهايه ديال العقيقه الاولى يعني في الراس ديالها. كاين كل غورميطه وكيفاش كتخدم. كاين هاد غورميطه هادي اللي كنخدموها يعني بحال هكا، كطلعي البرا في الوسط، خاصه الا كانت عندكم غير ثلاثه العقيقات تقدري انك تطلعي البرا في الاولى يعني في العقيقه الاولى النهايه ديالها تطلعي البرا. الا كانوا عندك ثلاثه العقيقات، كانوا اربعه فعندك حريه الاختيار، اما تطلعي البرا في الوسط او طلعيها في النهايه ديال العقيقه الاولى. المهم الثوب كنشدوه فقط بفنيته، لا داعي انكم تستعملوا المرمى،
ما كيلاش تسامله. مهم دابا غادي نبدا معكم الخدمه اللي انا خدمت بها هاد لكم. هنا حاولت حيت كاين اللي باغا الكورميط وكاين اللي باغا هاد الخدمه هادي، هذاك الشيء علاش قلت دايزه دايزه واللهم نخدم بجوج وكل واحدة تاخذ اللي بغات. هنا ثلاثه العقيقات وممكن نديروا اربعه، ولكن انا بانت لي ثلاثه مزيانه داكشي علاش خدمت ثلاثه. كديري ثلاثه وتدخلي البره بهذا الشكل، لاحظوا معايا مزيان، على شكل مثلث بحال هنا كنرسموا مثلثات. من بعد غادي ناخذوا ثلاثه العقيقات وحدين اخرين، ولكن دابا الطريقه غدا تختلف. بالنسبه لهاد الخدمه من الافضل ان تثبتوا هذيك الفنيته تكون يعني يكون الشكل واقف، تكون هذاك الكم يكون غادي واقف ماشي غادي على حساب كيف ما وريتكم في الاول. من الافضل باش تجيكم هنا تجيكم الخدمه سهله. فهنايا كتحاولي انك تشدي الثوب غير واحد شويه على ما نديرو هذاك المثلث. من بعد غادي ناخذ ثلاثه العقيقات وحدين اخرين ونعاودوا نسدوا المثلث. المهم انا هنا خدمت بحال غتقولوا هذا المثلث جا على جوج المرات. كنمشي لهنا هذا الراس هذا، ولكن ضروري ضروري الخيط ما يجيش باين من التحت. حاولوا هنا انكم تركزوا مزيان وتخدموا وقلبوا الخدمه وشوفوا واش هذاك الشيء غادي نقي ولا لا. من بعد كتجروا البرا ولا الخيط بهذا الشكل فكتعطيكم هذا الديكور هذا. دابا غادي نجيب واحد ثلاثه العقيقات وحدين اخرين وغادي ندير نفس الطريقه اللي درناها في هذاك الراس، غنعاودو نديروها في هذا الراس. كتمشي تحت من هذيك الخياطه، تحت منها واحد شويه، لاحظوا معايا مزيان، يعني واحد شويه تحت منها مليمتر تقريبا، وكتحاولي انك تشدي غير واحد شويه في الثوب. هنا راني ما كنهبطش الثوب اللي كاين لتحت، فقط كناخذ غير هذاك الفوقان. من بعد غتاخدي كذلك يعني نفس الطريقه غنبقاو غاديين بها ثلاثه ديال العقيقات، وغادي تمشي لهذا الراس. هذه سهله، هذه كتهبطي من الفوق لتحت. اللي صعيبه هي هذيك اللي كتشدي غير واحد شويه، هذيك اللي شويه كتكون صعيبه، فكتهبطي على هذيك الخياطه اللي عندك واحد المليمتر تقريبا. صافي كتثبتوهم بحال بهذه الطريقه. من بعد غادي تاخدي واحد ثلاثه العقيقات وحدين اخرين وتمشي الراس ديال هذا المثلث. كيف ما كتلاحظوا معايا هادو بحال جاوا مثلثات مقلوبين وصافي، ولكن المنظر ديالهم زوين خاصه ملي كديروا العقيق مكركب في الوسط. كيف ما قلت لكم في البداية ديال الفيديو، المقطع اللي صورت فيه هذاك العقيق المكركب مع الاسف ما عرفش كيفاش تمسح، واش انا اللي مسحته، قلبت عليه حتى عييت وما لقيتوش صراحه. الا كان ضروري ومهم كتبوها لي في التعاليق. يعني انا قلت هذاك طريقه التركاب ديال العقيق المكركب سهله، ما كاينلاش نعاود نصورها، وخاصه ان صافي يعني ما غاديش نقدر نعاود نصور في هاد الجلابه صافي كملتها. ولكن الا كان مهم مهم بزاف وما عرفتوش كيفاش تخدموه كتبوها لي في التعاليق، وغادي نرجع نصور غير واحد المقطع صغير نخدم معاكم فيه هذاك العقيق المكركب الطريقه ديالي. المهم كتمشي لهنايا وكتشدي واحد الرويس واحد شويه، كتهبطي كما قلت لك على الخياطه بمليمتر، وكتشدي واحد شويه على ما تصايبي هاد المثلثات هادو، ولتحت دائما الخدمه نقيه. لاحظتوا انني كنخدم باللون ديال العقيق، يعني اللون الا كان غلط بسيط راه غادي يبان في الثوب، ضروري غادي يبان لان الثوب غامق واللون ديال الخيط فاتح بزاف، فاي ابسط غلط غادي يبان ابسط غلط. فهاد اللقطه هذه هنا فين كنت صورت هذاك الفيديو ما عرف صراحه كيفاش تمسح. المهم تعاودوا تشدوا بالفنيته وغديروا هذوك العقيقات المكركبين، في الاخر تخرج لكم هاد النتيجه هذه، هذوك المثلثات ووسط منهم هذوك العقيقات، المنظر ديالهم زوين ورائع جدا. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، التعاليق ديالكم زوينين.
أي تساؤل خليه لي في التعليق.